لا تنتكلموا علاش؟ تنتكلموا على الإدراك، الإدراك اللي كاين عند الكائنات الحية، وهذا الإدراك هذا هو إدراك مبني على العلم، العلم باش بالحقيقة ديال الوظيفة ديال الكائن، وكذلك في علاقته مع الكائنات الأخرى. دابا مثلا عندنا نبتة، وعندنا حشرة، وعندنا طائر، ياك، وعندنا التربه، هاد هاد العناصر لي كومبوزون كاتر. وتصمت تصمت هاد هاد الاربعه هادو راه كاين واحد انترتشينجبل كوميونيكيشن، كاين انترتشينجبل كوميونيكيشن والانتر اكشن، وهنا مبني على الاتراكشن، تصمت الانجذاب، مبني على التنافر، مبني على التضاد، مبني على الصراع. دابا مثلا نبته ملي كتبغي تجذب شي كائن حي، سواء يقوم بواحد الوظيفة كتحتاجها النبتة، أو كدير واحد التفاعل كيميائي باش تجذب هذيك الحشرة وتجعلها طريدة ديالها، كدير واحد التفاعل كيميائي، هذاك التفاعل الكيميائي هو اللي كيخلي مجموعة ديال الأشياء مكونات الطبيعة تشتغل. إذا راه ما كايناش، كاين واحد الفراغ ما بين الطيور والنباتات والحشرات والنباتات، راه كاين واحد التفاعل كيميائي من خلاله النباتات كتستمر في الوجود وكتقوم بالوظيفه ديالها. يعني كاين النبته اللي كتحتاج حشره ديرها لا بولينياسيون، ديرها التلقيح، الا ما لقحتش الا ما تستمرش ما تعطيكش، فهمتي؟ كاين النباتات كتغذى على الحشرات، كذلك الطيور. اذا راه هنا اش كنتكلموا، راه قبل ما يتخلق الانسان، علاش ادم تخلق في اليوم الاخير؟ الخلق بدا، الكون هو الاول سبق. اذا الكون هو الاول سبق، علاش؟ حيت الكون اول شيء الادراك ديالو كبر من الادراك ديال الانسان. وحنا باش نتكلموا، راه شوف، راه الادراك بدي تستحضر واحد الخاصيه. شوف الناس، حنا غنمشيو لسيدي الفيزياء، وغنمشيو سيدي الكهرومغناطيس، وغندوزو لاشياء اخرى. واخا غادي نكومباريو ما بين الانسان وما بين الأرض، من هو أعلم، الأرض أم الإنسان؟ الأرض أعلم من الإنسان. أول شيء إلى مشينا ركز معي هنا، إلى مشينا سيدي لي كومبوزون، المكونات ديال الأرض، مشينا للمساحة، الإنسان ككائن، شنو المكونات ديالو؟ إلى مشينا منش كيتكون، ملي كيصير تراب، في شويه المغنيسيوم، شويه البوتاسيوم، شويه هذاك الشيء قليل. وهز انت هاد سميتو، يعني بمقارنه مع هاد الارض اللي هي كبيره. الحاجه الاولى الانتاج الصوتي ديال الانسان، المنبع ديالو هاد لي كومبوزون، ياك. والانتاج الصوتي ديال الارض ما كنسمعوش حنا، كنسمعو غير بحال الا كان عندنا باغ اكزومبل بركان، ولا كان عندنا البحر، لان الله عافانا من هذه الخاصيه ديال جيتي تسمع الارض، الاصوات اللي كتقوم بها، لان حنا تصميم الكهرومغناطيسي ديال الاذن ما مصممش باش يديتكتي لي فريكونس ديال الارض. الا سمعتي، لان راه كاينين الانفرا ساوند هما اوترا ساوند، راه كاين بعض كاينين دي فريكونس هما انفرا، حيت ما كتسمعهمش، غير ما كتسمعهمش، ولكن اوترا نهار تسمعهم تفرقع، او يوقع لك شي حاجه في الدماغ ديالك. اذا هاش كنتكلموا، اذا هذوك لي كومبوزون اللي كيتكون من الانسان هما قلال، منهم كيكون الانتاج الصوتي. الا بغينا نكومباريو مع الارض، راه عرفتي شحال ديال المعادن، وشحال ديال الاصوات، وشحال بزاف الاشياء. اول شيء نعطيك مثال، حنا نديرو مساله بسيطه، هاد المكونات اللي تنهضروا على هاد المعادن، هي اللي كتحافظ على الجاذبيه، هي اللي كتحقق المفهوم ديال الجاذبيه اللي كنجد. وشو شحال الارض شاده من كائن حي على البسيطه، شحال بزاف. الانسان يقدر يجذب الاشياء ما يقدرش يجذبها، فهمت اش كنقصد؟ اذا الا جينا نقارنوا غير الانسان مع الارض، وما تقولش لي راه لا الارض حتى هي مخلوقه، حتى هي عندها ادراك، حتى هي عندها روح ديالها، حتى هي عندها، لا كاين عندها النفس. دابا غير النفس، شوف شي، دابا اي شيء واخا تصنعو انت كتكون فيه نفس، غير النفس كاين اللي يستابل، لا اسمعني، كاين النفس اللي يستابل. مثلا باغ اكزومبل عندنا، لا فهمني شنو نقول لك، دابا كاين النفس، نعطيك واحد المساله،
كاينه نفس المطارطه بالحركه ديال لوبجي ديال الاشياء. كاينه كاين هاد لي زوبجي اللي هما ستابل فيهم نفس، ولكن نفس مستابل يعني ستابل ما كتحركش ما كديرش هنا الموشن، ولكن نفس ديال لوبجي امتى كتموت؟ حتى كيموت لوبجي، كيحيد لوبجي نفسه. فار اكزومبل هاد الورقه هذه امتى كتموت؟ حتى تنقرض، حتى تمحق، حتى تحرق. الانسان كتفارق النفس ولكن تيبقى له كور، الكور كيعيد كيستمر. انا نعطيك انا التقسيمات، لا شوف نعطيك التقسيمات. هما كاع لي زوبجي اللي هما كبار كاينين في الكون، النفس ديالهم ما كتموتش حتى يزول لوبجي كامل باش تعرفهم. هادي ديال خد لا ما تهمش على الانسان، فهمني ما فهمتينش كنقصد لك. كنقول لك انا الاشياء اللي كاينه في الطبيعه، عندك باغ اكزومبل اشجار، عندك باغ اكزومبل الصخور، عندك جبال، هاد الاشياء النفس ديالها ما كتموتش حتى كتزول الاشياء نفسها ذاتها. الكائنات الاخرى اللي مخلوقه على حساب الكور، على حساب الكور غير كاين التفاوت. فاش كاين الكائن الحي كتمشي النفس وكيبقى الكور، علاش كيخدع؟ كيخدع العمليه ديال التحليل، يعني كيتحلل الجسم. ولكن شكون اللي كيساعد؟ كيساعدك الاكسجين، كتساعدك المكونات ديال المكونات اللي كاينه في الاتموسفير، هذه كتساعد على التحليل. هادشي اللي بغيت نقصد لك. الى جينا نديرو، لا انا نفسر لك دابا ونعطيك انا مثال بسيط. كاين بعض الكائنات كيموتوا في واحد الوقت كيصافي كيولوا جمال وكيعاود يحييهم الله سبحانه وتعالى. وجرب دابا انت سير مثلا الغرفه ديالك ديال النوم ولا شي كراج، كتلقى واحد الوصيحه ميته صافي ما كايناش ميته، وكيجي واحد الوقت تتحيا. كتبعد في الروح من جديد. وهادشي كيوقعوا فيه ديزانسكت، كاين ديزانسكت بالنسبه لي زانيمو اللي هما كبار كيديروا ما يسمى هنا نقولوا بالانجلي هايبرنيشن. كاين على السبات، هذاك السبات ليكيفالون ديالاش، ليكيفالون ديال لا بروتيكسيون ديال لو كور. نعم بحال كنسكتوا سي تري بيان، بحال كنسكتوا الدماغ باش نبروتيجيو لو كور ما يتعرضش للتحليل. نعم هذا هو اللي كاين. اذا هنا راه تاع المخلوقات اللي تكلمنا عليها بحال القمر والشمس، هذه علاش الله سبحانه وتعالى غادي يحيدها يوم القيامه؟ ما غاديش يستد منها، لا علاش ما غايستدش منها الروح؟ اولا عاد الكور غادي يمشي كما كيوقع علينا حنا، لا دمار صافي. لان الاشياء اللي كتكون كبيره خصوصا بحال الارض، بحال الجبال، بحال البحار، بحال الاقمار، هذه الزوال ديال الادراك ديالها باش بزوال، يعني زوال الماده، زوال الماده والروح. راه ملي كنقول الروح راه من بعد ديال الادراك لا النفسي، لا شوف دابا انت، دابا الناس ما كيميزوش ما بين الروح والنفس. دابا الناس ما كيميز، لا دابا النفس ما كيميزوش ما بين النفس والروح. دابا الروح شنو هي الروح؟ الروح هو هذاك الجسم كامل اللي كيكون في الجسم هذا كله، والروح فيها الادراك وفيها النفس وفيها دي كومبوز البادي كامل كيتسمى روح. الروح الانسان كنقولوا الجوهر، روح هذا الجسم، روح الموضوع، روح كذا اللب كنقصد. اي لا غير حنا كنتكلموا حنا ماشي تنديروا لا كومباريزون ما بين الروح والنفس. انا بغيت نقول لك زعما بان راه الانسان، ترجعوا للسؤال الاول، بانه ما عندوش الادراك. علاش الانسان كيكتشف؟ لو كان الانسان هو اعلم من هاد المكونات الطبيعيه راه يزيد عارف هاد الاشياء، ماشي بدي يكتشف كل نهار، يكتشف على النبات كل نهار، يكتشف على الطبيعه، يعني راه ما عندوش. وواحد غادي خصك تعرف شنو هي، هو اي عنصر طبيعي يكون بكتيريا ولا يكون فيروس، ياك؟ يعني مشيت كان الاصغر الاشياء اللي كتشاف غير بالمجهر، اي عنصر في الطبيعه من هذه الكاتيجوري، يعني من اجسام صغيره بزاف، كتخدم بواحد ادراك معين. ها نعم ما تخسرها. شوف اي ساجي، شوف اي راه انت دابا اورديناتور كتصوبو انت وكدير لوجيسيال وكيخدم، وما بالك هذا لوجيسيال ها شورت تيرم، هذا عنده واحد الاجل كيعيش فيه وصافي، وما بالك الطبيعه. هاد الاشياء، نعم هاد المخلوقات اللي كاينه كتحافظ علاش؟ على الايكو سيستم، كتحافظ عليه
إذن باش تحافظ على هذا النظام باش تحافظ وباش في إطار إيش؟ في إطار التناغم، في إطار التشارك، التفاعل، باش نمشي يعني لا المكونات الصغرى ولا المكونات الكبرى كتحافظ على الإدراك ديال الطبيعي. كتقول شوف أنت شوف الشرم ملي تحط نبتة كون على يقين، كتعرف الجينيتيك الكونستراكشن ديالها، البناء الجيني ديالها من حيث ايش؟ الحاجه ديالها للغذاء، الحاجه ديالها للضوء، فهمتي؟ علاقتها بالغازات، وكذلك فين كتشارك هذيك العلاقه مع الاشياء الاخرى. يعني الانتاج او الفونكسيونمون، يعني انا بغيت نقصد انا ذاك العمل الوظيفي ديال الجين الكونستراكشن جين ديال هذاك المخلوق نبته او كيعرف الحدود ديالو، كيعرف المقدار ديالو، وكيعرف الحدود ديالو فين كيتشارك وفين كيشتغل وفين يسبب، وزائد مستشعرات ديال الخطر وديال كذا يتسدد. نعم، وشوف دابا احنا علاش قلنا دابا شجرة، إلا قديتي بتكومباري شجرة مع إنسان، شجرة أعلم من إنسان لحد الآن، دابا كتعرف غازات أخرى باقي ما اكتشفهاش إنسان. ديالك كيفاش كيشرح حاجة كياك إنسان خاصك يسولو واش كناكلو ولا ما ناكلوش. نعم.